أبراج السبت 19/9/2020 قناة تاروت يوتيوب. حمل، يومك هيكون في حظوظ، متشارك، متواصل اجتماعيا، عندك ثقة بنفسك، عايز تبقى مع أصحابك، تقضي وقت سعيد، في فرصة عمل كويسة، هتكون متزن وعاقل غير امبارح خالص. التور، يوم مرهق، في مسؤولية، حرقة أعصاب عشان انت متوتر بسبب أعمالك وما عندكش وقت ان انت تدفع فواتير وتهتم ببيتك وشغلك وأسرتك. ارتاح شوية عشان صحتك وعشان الطرف التاني ما يتضايقش منك، عشان انت دلوقتي الفترة دي عاوز كل حاجة تحت رجليك. الجوزاء، هتلاقي ظروفك كويسة، دعم مادي جايلك مفاجئ، هتمسك فيه وهتثبت نفسك وهتتكلم مع ناس تثق فيهم ويدعموك. يوم جديد لبداية جديدة. السرطان، يوم تقيل، ما عندكش طاقة كافية له، حاد الطباع، في خلاف مع الشريك، مزاجك مش رايق، هتتذكر الماضي وهيسيطر عليك. الأسد، يوم من أجمل أيام الأسبوع، أخبار مفرحة بانتظارك، أمور هتتيسر وعندك تطورات إيجابية عاطفية ومهنية. العذراء، عندك جاذبية عالية، ثقة في نفسك وكلامك مقنع وهتربح بعض المكاسب المادية. الميزان، مليء بالنشاط والتفاؤل عشان القمر عندك دلوقتي، هيزود لك الحظوظ وعقلك متفتح وهتلاقي اهتمام من الطرف الآخر وهتكون راضي عن حياتك العاطفية. العقرب، هتشعر ان انت مظلوم وصعبان عليك نفسك وحياتك العاطفية مش تمام، معلش هو يوم بس واحد، اصبر وان شاء الله اللي جاي احسن. الكوز، هتكسر الروتين وتتحرر من القيود ولديك مفاجأة صارة، هتعيش الأفراح مع من تحب. الجدي، اليوم ده هتبقى أناني شوية، كلامك صعب وجارح، خلي بالك من كلامك شوية عشان ما تضيعش كل حاجة. الدلو، جاذبيتك عالية والفلك بيبشرك بعلاقة ثابتة من شخص غريب عنك، إن شاء الله الحظ الجاي هيبقى كله أفراح. الحوت، انت اليوم شخص سريع الغضب وعصبي، امسك نفسك شوية والفترة الجاية أحسن.